أما عن صور التعاون فهي أكثر من أن تحصى في مثل هذا المجلس. وأذكر فقط نماذج بإشارات يعني سريعة. النموذج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة والأسوة في التعاون. لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة المنورة أراد أن يبني المسجد، ابتاع هذه الأرض من بني النجار ولم يقبل أن يعطوها يعني مجانا، وإنما اشتراها وكانت فيها قبور وكانت فيها يعني بعض المرتفعات والمنخفضات. فالنبي صلى الله عليه وسلم سام بنفسه في نبش القبور وتسوية الأرض وقطع أشجار النخيل وصفها اتجاه يعني ووضعها في نقول أسوار المسجد وجعلوا اتجاه القبلة يعني طين. النبي صلى الله عليه وسلم في تعاونه يضرب المثل للصحابة لما أراد سلمان الافتكاك. تعرفون القصة أيها المشايخ الكرام، يعني كان الشرط 300 نخلة، يجلب 300 نخلة ويزرعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم، فجعل الصحابة منهم من يأتي ب30 فسيلة، ومنهم من يأتي بالخمسة، ومنهم من يأتي بـ10، حتى اجتمع لديه 300 نخلة. ثم قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الحفر فقط، ما يضع الفسائل، فحفر الحفر وأعانوه في الحفر حتى إذا حفرت جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فجعل يضع الفسيلة في الحفرة إلى أن غرس 300 فسيلة لإعانة سلمان على الفكاك. وأنا أجمع الحطب، نموذج حاضر وماثل في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، وهو المثال الذي نذكره دائما وهو معلوم لدى المشاهد الكريم. فهي صور كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.